بعد هذا يحمل الميت إلى المقابر. كيف تام تزيد هيك لما كان الفاس من مات؟ بدون رفع صوت. يعني البعض عند حمل الميت يرفع الصوت لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. أو يقول اذكر الله. هذا كله من البدع. عندما نضع الميت في قبره. نعم. ريفا اكيتكسيكا اوناتني لا غزن ماتن وانا بنقبر ويوضع على التراب ديا توفاتسيكا فاسكيزي السنه ان تحذو ثلاث حذيات على قبره السنه زانا ديا ني كازنيو ماتسي فاس كيلو من قبره ثم تستقبل القبله ديا بتوديك من القبله وتدعو للميت منو دعاء من قاتك وانا لمات لا دعاء جماعي ولا قراءة قرآن ولا فاتحة القبر لا يوضع عليه شيء من الزهور أو من الكتابات نرفع عن الأرض مقدار شبر يسنم هكذا كالسنام يوضع عليه حجر أو حجرين ثلاثة أحجار عشرة أحجار أو صخرة كبيرة أو كتابات هذا لا يجوز فعطنا رماوة بربوري تستوي إيفاسينا دينينا فول نتم بجيف على يميس من إيفاسانين زالنا بارن بيتشاف والله أعلم نعم.